مقتول، الشهادة تحت الوفاة بتاعته هتبقى نفس الشهادة لو واحد مات بمرض ولا ايه؟ لو واحد مقتول، يعني انت شكيت ان هو مقتول، حضرتك بتبلغ البوليس. اه تمام. يعني انت ما بتعملش حاجة، تكتب شهادة وفاة اساسا، انت اه بتبلغ البوليس ان انت شايف ان في شبهة جنائية، اوعى تكتب شهادة وفاة. طيب لو جالك المستشفى، اه انت في المستشفى بتبلغ برضو البوليس، والبوليس هو اللي بيجي يحدد اذا كان هيصرح بالدفن ولا لا، هينتدب حد، او يقول لك اكتب تقرير مبدئي. فانت كده او كده هتكون عارف الحاله من اول ما جات لك لغايه ما سبتها او لغايه ما ماتت، وصف مبدئي، تمام. او يقول لك اكتب شهاده الوفاه حسب ما النيابه بقى تقول. فاهم؟ اه يعني انا دلوقتي هيقول لي طب اكتب اللي انت شفته ساعه ما الحاله جات لك، اقول والله انا جات الحاله فيها اصابه خارجيه قطرها 2 سنتي، حواليها اثار من البارود، تحتمل انها تكون اصابه طلق ناري، وهكذا حسب اللي تم استخراج الجزء المخزوف اللي تم معاك، هيطلب منك كده او مش هيطلب. اما انت ما تمام. ينفعش تكتب شهاده وفاه، لازم يعني لازم البوليس هو اللي طب يا دكتور، في حالة السويسايد بعمل شهادة وفاة عادي ولا برضه لازم ببلغ او ايه انت الوضع؟ دي برضه في ممكن يبقى فيها شبهه جنائيه، انت ما تعرفش هو ده سوسايد. اي حاجه فيها احتمال جنائي سوسايد بقى هوموسايد، ما هيش ناتشرال. الحمد لله، ولا باثولوجيكال، لازم تبلغ البوليس. حرمكم الله. ساعتها هو يقول لك اكتب ايه، يعني فاهم؟ افرض بقى، افرض الجثه مثلا بعد كده على ما النيابه خدت اجراءات ومش عارف ايه كانت باظت، هيقول لك هات اللي انت شفته. فاهم؟ اما كده فيها شبهه جنائيه، فمش انت اللي هتقول. حد يقول لنا كيس 2 بقى. يلا دكاترة، حد يقول لنا الكيس الثانية. 55 year old patient was admitted to the hospital. He had a history of bilateral kidney stone. Investigation revealed that the blood urea was 410 milligram per deciliter. Creatinine was 11 milligram per deciliter, and urine showed albumin, hemoglobin, and costus. The hemodialysis was started, but the condition deteriorated, caused to coma, and died. السبب المباشر للوفاة هيبقى فشل في الوظائف الحيوية للمخ أو في وظائف المخ الحيوية. تمام. بعد كده أسباب أدت إلى السبب المباشر أو اللي هي حالات مرضية أدت إلى السبب المباشر للوفاة. ألف ثواني بقى أول حصوات في الكلى، في تمام، الكليتين بقى. في الكليتين، مهمة جدا دي. تمام. حصوات لأنه لو عندي، خد بالك واحنا بنقول يا جماعة الطب لازم أشغل دماغي، عشان شفت الكيس دي. واحد عنده ستون على ناحية واحدة وجاي برينال فيلير، والكدنة التانية فانكشن ما فيهاش مشكلة. فواحد قال احنا عندنا رينال فيلير، اسبابه يا بري رينال يا رينال يا بوست رينال. طبعا هو ستون يعني بوست رينال، كل الستونز دي بوست رينال. فقال ده من الستون، قلت له ازاي الستون الكدني الثانيه شغاله؟ فكدني ستون على ناحيه واحده ما تعملش رينال فيلير ابدا، دي كده مشكله بري رينال. خلاص،
يبقى الشاهد انه لازم اقول حصوات في الكليتين، تمام، للسبب الاصلي. اللي بعد كده زي ما حضرتك قلت هيبقى أما أدى إلى فشل كلوي، والارتفاع تبقى منسوب أو نسبة اليوريا في الدم، وفي وظائف الكلى، وفي وظائف الكلى. في وظائف الكلى، ارتفاع في وظائف الكلى، هتقول نسبة اليوريا او الكرياتينين، ماشي، مش هتفرق. في حالات التانية بقى، حالات مرضية ليس لها علاقة بالسبب المباشر، لا يوجد. لا يوجد، تمام. يبقى السبب المباشر فشل في وظائف المخ الحيوية، السبب الأصلي حصوات في الكليتين ب أدت إلى فشل في وظائف، فشل كلوي وارتفاع في وظائف الكلى بين قوسين اليوريا والكرياتينين، حوار المرضية ليس لها علاقة، لا يوجد. الكيس اللي بعد كده دكتور بعد إذنك، ممكن حضرتك دي تقول سواء ممكن إيه؟ ده حضرتك قلت امتى بيكون بري رينال؟ لو كانت كلية واحدة وهو دايد يعني يبقى بري رينال؟ لا، انا بقول سبب اسباب الفشل الكلوي على العموم تبقى بري رينال او رينال او بوست رينال، يعني بقول حاجة بره الموضوع خالص، بره الكيس، يعني انا معلومة فاهمة. ليكم انه عشان واحد يجيله فشل كلوي ممكن تبقى مشكلة قبل الكلى، يعني مثلا واحد عنده هايبوفوليميا فيعمل فشل كلوي مش عشان كلية سليمة، بس لان الفلويد اللي وصل لها البرفيوجن اللي وصل لها قليل يحصل هايبوفوليميا، او تبقى الكدني بايظه فيها مشكله خلاص، او بوست رينال زي الستونز. لكن ما ينفعش حد عنده ستون في كلية واحدة ويجيله رينال فيلير ويكون ده سبب الدث يعني حضرتك؟ وما يكونش، لا وما يكونش السبب الستون، مستحيل ستون في ناحية واحدة تعمل رينال فيلير إلا إذا كانت الكلية التانية بايظة. تمام، فاهمة؟ ده كان يعني موضوع بره. دكتور اتفضل الكيس ثلاثة. Male patient was complaining from severe persistent cough for many weeks. Chest X-ray revealed the tumors that proved to be bronchogenic carcinoma on biopsy examination. He received chemotherapy for 9 months, and then he suffered from headache, projectile vomiting, blurring of vision. He passed into coma that ended fatal. نقول السبب المباشر للوفاة فشل في وظائف المخ الحيوية. أحوال مرضية ناشئة عن السبب المباشر للوفاة: ألف، السبب الرئيسي سرطان بالرئة والقصيبات الهوائية، تمام، مما أدى إلى ثانويات بالمخ. أيوه تمام، ثانويات في المخ دخلته في غيبوبة، أدت إلى انضغاط في المخ، خلاص أدى إلى غيبوبة أو الوفاة، تمام. أحوال مرضية ليس لها علاقة، لا يمكن، لا يوجد. يبقى بنقول ده فشل في وظائف المخ الحيوية، السبب الأصلي سرطان الرئة أو سرطان الشعب الهوائية، أدت إلى ثانويات بالمخ ما أدى إلى انضغاط المخ. أشكرك شكرا جزيلا. رقم كيس 4. يلا يا دكاترة، متهيألي دي حليناها خلاص، أقولها أنا عشان إحنا خدناها أساسا. واحد عنده شيست بين والبلاد بريشر واقع والبلاد بريشر قليل والهارت ريت عالي، دي تبقى شوك. عنده مايكارديال انفاركشن بالاي سي جي وهو عنده اثيروسكلروزيس، يبقى السبب المباشر فشل في وظائف في الدوره الدمويه والقلب. احوال مرضيه: الف، السبب الاصلي تصلب مرض تسرب الشرايين، ب، ادى الى احتشاء في عضله القلب. جيم، احوال مرضيه ليس لها، ثلاثه احوال مرضيه ليس لها علاقه، لا يوجد. بتاع البلهرزيز خدناها، واحد عنده بلهرزيز وجايب هيماتيمسيس، فقلنا يا جماعه انه ده السبب المباشر هبوط حاد في السبب الاصلي مرض البلهارسيا، ادت الى دوالي في المريء، ادت الى قيء دموي. هناخد بقى ايه الجزء الثاني كده، الديس سيرتيفيكت خلصناها، هناخد الديس.
طيب هنبدأ هناخد ال ديث. خدته شابتر 2 اللي هو شابتر ميديكال ليجال اسبكت اوف ديث. بدأ في الأول بيقول يعني ايه ديث، وان في عندنا نوعين من الديث، السوماتيك ديث والموليكولار ديث. سوماتيك ديث يعني ايه؟ يعني كلينيكال. يعني ايه كلينيكال؟ يعني الفيتال فانكشنز وقفت، الهارت والبرين واللانجز، لكن على مستوى السيلز لسه ما وقفتش، اللي هو الموليكولار ديث. لسه السيلز حيه، يعني ينفع يستخدمها في ايه؟ في الاورجان ترانسبلانتيشن. عشان كده في حياه بعد هذه الوفاه، بعد الكلينيكال، اسمها موليكولار لايف، اللي هي المسافه ما بين الكلينيكال والموليكولار ديث. هنا السيلز ينفع استخدامها. طبعا بتختلف حسب نوع السيل. السيل في سيلز بتموت بسرعه قوي زي البرين حسب احتياجها للاكسجين، وفي سيلز زي الكورنيا وكونكتيف تيشوز بتعيش، يعني الكورنيا بتعيش فتره طويله جدا حسب احتياجها للاكسجين. ولذلك قلنا يا جماعه الناس اللي بيقولوا ان في ناس بتموت الناس ويسرقوا الاعضاء يحطوها في بتاع ده ايس بوكس، مفيش الكلام ده. انت بتحط الكيدني في الايس بوكس علشان ما تعفنش، زي ما تجيب كيلو لحمه وتحطه في الفريزر. انما عشان تنفع للترانسبلانتيشن محتاجه اكسجين، مش مشكلتها في الايس بوكس، مش مشكلتها في الفريزنج، هي محتاجه اكسجين لان هي هتموت، مش هتنفع خلال حسب بقى يعني الكيدني ممكن تقعد مثلا سي مثلا ساعه ساعتين زي ما تطلع يعني. تمام. طبعا في الموليكولار لايف دي المسلز هو انا دكتور مش لما بعمل فريزنج بقلل من الفايتال فانكشنز بتاعتها اللي هي بتعملها، يعني بخليها لو هي الكميه مثلا الانرجي اللي فيها او الاكسجين الموجود فيها وهي بتستخدمه اللي بتحتاجه هيقل، ان الفايتال فانكشنز اللي بتعملها تقل مع الفريزنج، صح؟ ده هيطول الفتره بتاعتها، مظبوط؟ ايوه. اللي هي دي انا في الكتاب هنا بقول لك الكدني 45 دقيقه، اما انت تعملها فريزنج هتقعد قد ايه؟ ما اعرفش، انا بسال. ده هيساعدني قد ايه؟ 6 ساعات. تمام، 6 ساعات. تمام. وبعدين انت عشان تعمل ترانسبلانتيشن لازم ماتشنج، فانا اروح بقى اجيب كل واحد اخطفه واخد كليته واخد اطلع مش ماتشت، ولا هنشيلهم عندنا في الفريزر لغايه ما يجي صاحب النصيب؟ تمام. فمفيش حاجه، مفيش حاجه يعني اللي انا عايز اقوله يعني عشان ده بره موضوعنا، ان مفيش حاجه اسمها سرقه اعضاء، مفيش حاجه اسمها بيخطفوا حد ياخدوا الكليه بتاعته، دي مش موجوده. انما في نقل اعضاء خارج اطار القانون، اللي هو بينقله لحد ما بيجيبوش موافقه بالفلوس. طبعا المفروض النقل ما يبقاش من الفلوس، لازم يبقى من القرايب، فما يبقاش من القرايب، يكون حد مش مصري، كلام زي كده يعني. انما ايه، مش فكره السرقه يعني. تمام. طبعا الديس زي ما احنا قلنا بقى الكوز اوف ديس والميكانيزم اوف ديس والمود اوف ديس اللي احنا شرحناه، والمانر اوف ديس اللي هو بقى ناتشرال ولا ان ناتشرال، سواء كان سوسايدال هوموسايدال اكسيدنتال. طبعا احنا مش دورنا ان احنا نقول كده، ده دور الطب الشرعي. دايجنوز اوف ديس، مهم ان احنا نعمل دايجنوز للديس. ليه؟ علشان اقول والله ان انا لو حطوا على جهاز تنفس اقفل جهاز تنفس، اكتب الديس سيرتيفيكت، هنسرع ندي تصريح الدفن وهكذا يعني. طيب، ولذلك تشخيص الوفاه مهم جدا، لانه انت ممكن دلوقتي كده حد جارك يخبطوا عليك وانت لسه في سنه رابعه، دكتور انت دكتور تعال شوف لنا فلان ده ميت ولا مش ميت. طبعا تخش جنبه انت مش عارف اي حاجه، ايه؟ طب انا مش عارف اذا كان هو اساسا اللي متخرجين بيشخصوه بصعوبه. تشخيص الوفاه بيبقى صعب جدا، ويحتمل يحتاج الى اكتر من حاجه، ما تعتمدش على حاجه واحده. هتعمل انت ايه؟ هتدور على الثلاثه فايتال فانكشنز وتشوفهم شغالين ولا لا. اول حاجه السيركيوليشن، تقيس البلسيشنز في كل حته، ما تمسكش الايده بس، لا شوف البلسيشنز في الكاروتيد، في كذا بيج بين بيج ارتري، وتلاقي بلاد بريشر مفيش، تحط اوسكالتيشن للهارت لمده كويسه، لانه احيانا بيبقى حد اوبيز، احيانا بتبقى البيت سويك في الفنتريكولار فايبريليشن يبقى لسه ما ماتش. طبعا لو انت في المستشفى حطه على الليدز بتاع الاي سي جي هيقول لك اذا كان هيبقى فلات مفيش اي اي سي جي. ساينز اوف ريسبيريشن، تشوف اذا كان في ريسبيريشن هتسمعه او تشوفه. بلاد جازس هيقول لك والله ان في هايبوكسيا او هايبركابنيا جامده.
البرين بقى لما البرين يقف هتلاقي مفيش ريسبونس كوما يعني، وهتلاقي مفيش ريفلكسز، والاي اي جي فلات بس طبعا مش ريلايبل يعني. تلاقي اهم حاجه موضوع الريفلكسز ده. في عندنا طبعا حاجات زي السسبندد انيميشن او الابيرنت ديس، بيبقى عندهم الفايتال الهارت ريت بتاعهم فيري ويك لدرجه ان انت تعرفش تحسه، فتحس كانه يعني ايه يعني اللي هو كانه ميت وهو مش ميت. او ناس اللي واخدين سيداتيفز او هيبنوتكس زي الباربيتوريت كده، الباربيتوريت بيعمل دي بكومة عنيفه جدا لدرجه انه كانه ميت. بعد كده دخلنا على موضوع اسمه البرين ستيم ديس. ليه برين ستيم ديس؟ يعني البرين ستيم بس هو اللي مات، انما ستيل بقيه الفانكشن بقيه البرين سليم. برين ستيم مسؤول عن السنترز، ولذلك لو انا لحقت الحاله دي حطيته على جهاز التنفس، فانت عملت درايف بدل الدرايف بتاع البرين ستيم، فانت شغلت الريسبيريشن وبالتالي الهارت يشتغل بالفنتليتور. فهو بيقول لك كده كده الراجل ده هيموت مش هيعيش، فانا كدكتور افصل جهاز التنفس ولا لا؟ علشان ايه افصل جهاز التنفس؟ علشان اوفر مكان، اوفر فلوس، وعشان اعمل ترانسبلانتيشن. ده افضل بيئه اعمل فيها ترانسبلانتيشن. ليه؟ لان انا مش هموته بقى، انا هاخد الاورجنز وهي يعني اكنه هي عايش والاورجنز السليمه وزي الفل انقلها، وبعدين افصل جهاز التنفس. عندنا اخر حاجه اسمها بريزيستنت فيجيتاتيف ستيت. ده شخص عنده البرين ستيم انتكت، يعني السنترز الهارت والريسبيريشن شغال، مشكلته في الهاير ليفلز. يعني ايه؟ يعني هو صاحي لكنه نوت اوير، هو اويك نوت اوير، يعني الراجل ده عالي على اللي حواليه. عشان كده نشأ عندنا حاجه اسمها باسيف ايوثانيزيا. ان انا يوثانيزيا يعني ايه؟ القتل الرحيم. في اكتف يوثانيزيا، ان انا اديله حاجه تموته، اديله دواء، اديله حقنه تموته. في باسيف يوثانيزيا، ان انا ايه؟ عشان ما ادلوش اكل ولا شرب فيموت من الجوع زي ما بيقول. اخر حاجه بقى الاسباب بتاعه الناتشورال ديس، المفروض ان احنا عارفينها دي ايه؟ ملخص لمعظم الاسباب اللي موجوده في الطب يعني. ناخد بقى الاسئله على الديس مع بعض كده. بريزيستنت فيجيتيف ستيت، هل هي ديب كوما ومفيش ريسبونس تو ان اكسترنال ستيمولاي؟ ايزوالكتريك اي اي جي، لوست اوف هاير سيربرال فانكشن وانتكت ريسبيريشن اند سيركيوليشن، دي اورجان ترانسبلانتيشن كان بي دان. ايه الاجابه الصح؟ تبقى سي. سي يا دكتور. سي انه طبعا هو مش في ديب كوما، هو فايق، هو اويك نوت اوير، مفيش ريسبيراتور موفمنت غلط، السيريبرال فانكشنز بتبقى لوست. هي دي الصح طبعا، مفيش ترانسبلانتيشن، ده هو عايش. طب يا دكتور معلش، اتفضل. معلش، هو لو مثلا طفل صغير وهو بيتولد حصل ان هو زي الحبل السوري اتلف حوالين رقبته فحصل هايبوكسيا، فحصل برضه برين ديث، فكده يعتبر هو بيحصل زي ده ريزيستنت فيجيتيف ستيت، بتحصل برضه زي دي كده يعني، هي دي كده يعتبر يعني هتلاقيه عايش عنده يعني ايه اللي هو يضحك يعني عنده يعني منتال ريتارديشن، ده بيسموه حاجه اسمها سي بي في الاطفال، سيريبرال بولز، ليها اسباب كتير منها طبعا الهايبوكسيا دي. وده للاسف زي ما قلت لكم بيعيش عاله يعني ما بيعملش اي حاجه، ما عندوش اي سيريبرال فانكشن، ما عندوش اي اويرنس. تمام. اول كان ليد تو سادن ديس اكسبت من الاربعه. يا جماعه الاسئله التافهه دي ما بتجيش في الامتحان عشان نبقى عارفين يعني. بيرفوريتد ديبتك ألسر طبعا ممكن يموت، مايوكاردال انيوريزم ممكن يموت لما يرابتشر، بالمونر امبوليزم يموت، اما يورين ريتينشن ما يموتش صادن، ممكن يموت بعد كده يعمل رينال فيلير ولا حاجه، انما مش صادن.
طبعا لان السؤال تافه فانا ايه هجاوبه، هو يورين ريتنشن. موليكولار ديس بتحصل قبل السوماتيك ات ذا سيم تايم افتر سوماتيك. الاسئله التافهه افتر سوماتيك طبعا. اوكي اوتوبسي از انديكيتد في حاله من الحالات دي، في السادن ديس، في البوست اوبراتيف، في البوليس كاستود واحد مات في السجن يعني، ولا اول اوف ذا اباف؟ اول اوف ذا اباف. اوتوبسي يعني ان انا بشرح الحاله. في كل دول لان فيهم شبهه جنائيه خلاص، يعني شاب 30 سنه ونادوا تعالى دكتور الحق اكتب لها شهاده وفاه شاب 30 سنه مات. لا، شاب 30 سنه ومات فجأة وكان كويس، يعني جابوا لك روشتات يقول لك اهو ده بيتعالج عند دكاتره وكان عنده سرطان ماشي، انما ما عند زي الفل كان جاي من الشغل وبياكل ويشرب. لا، لازم اجي ابلغ البوليس، والبوليس تجيب النيابه، والنيابه ينتدب طبيب للمعاينه، ساعتها يقرر اذا كان صادن ديس، اذا كان ناتشرال ديس، ولا في شبهه جنائيه، وساعتها يقول يعمل اوتوبسي ولا لا. اول اوف ذا اباف. Regarding organ transplantation بيحصل في المولكيولار لايف صح، برين ستيم should be confirmed by medical expert other than transplantation team. مفروض اجيب عشان يعني بره مصر وكان هيتنفس في مصر بس ما تنفس، بجيب خبير يقول ان ده برين ستيم ديس. طبعا ما ينفعش يكون في الترانسبلانتيشن تيم عشان ما يبقاش متهم ان هو يعني عمل الموضوع كده. الكيدني بتحصل من 30 ل 45 منت صح، يبقى الاجابه اول اوف ذا اباف. True or false, epilepsy is one of the causes of sudden death. صح ولا غلط؟ صح طبعا. Massive euthanasia is unintentional ending of one life by medical omission. صح ولا غلط؟ غلط. غلط. Intention. غلط. لأن في نية. intention. ايوه. ان بيرزيستنت في شيت ستيت ذا بيشنت از اوير اند اويك. صح؟ غلط. غلط. هو اويك نوت اوير. يعني ثانك يو، طولت عليكم دكتور. بنصحك في الامتحان الصح وغلط بيكون with correction ولا مجرد true or false خلاص؟ في ده وفي ده. يعني في الشيت اللي انت بتحله في البابل شيت اللي هو في الام سي كيو يبقى من غير كوركشن، انما اكيد يعني في اخر السنه بقى يعني انت في الاند ده وزود كوركشن لان انت بتحل البابل شيت، انما اخر السنه بيجيب لك شورت اي سي كيس مثلا وشورت اي سي ولازم يجيب لك ترو فورس ويز كوركشن اللي هي دي من حاجات الشورت ده اخر السنه بس. شكرا لك. اهم حاجه فهمنا الديس سيرتيفيكت كويس، وده المهم يعني، ده اهم حاجه في محاضره النهارده. حد عنده اي سؤال؟ اي استفسار؟ اي شيء؟ شكرا دكتور. شكرا لحضرتك. تسلم يا دكتور. تمام ماشي، نشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.